عشان نتكلم انا نسكت. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي صفحة وموقع اخبارنا الجالية، مباشرة من امام او القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء. يمكن لك تعرف لنا بالاسم ديالك ولا؟ انا سميتي عطية عبد الاله، من مواليد 1971، مهاجر مغربي، كنسكن في مدينة الدار البيضاء. بالنسبة لشنو الإشكال اللي عندكم اليوم في أمام السفارة؟ شنو المشكل اللي عندكم تما؟ المشكل اللي عندنا سيدي وهو أننا جينا، كل واحد جا على غاية ديالو، كاين اللي عنده مصلحة اجتماعية، كاين اللي عنده أوراق قانونية، كاين اللي عنده ديسي توفى ليه شي حد في العائلة ديالو، المهم مشاكل كثيرة. كاين الناس اللي جاو غير على سيمانة وحصلوا دابا صافي أموا تقريبا، هذا شهر وما حاصلين هنا. دونك حنا ما كنقولوش بلي راه المملكه المغربيه ولا المملكه الفرنسيه هما اللي عندهم المشكل، هما اللي خلقوا هذا الشيء ولا هذا. حنا عارفين بلي هذا المشكل جا من هذاك الداء الخبيث اللي ضر العالم كامل، ماشي غير المملكه المغربيه. دابا وانا هاد الناس ديال الجاليه راه وكلوني باش نكون ناطق عليهم، باش ما يكونش حتى فوضى، ما يكون حتى شي مشكل امام القنصليه ديال الفرنسيه اللي في الدار البيضاء اللي حنا متواجدين امام هذا حاليا. تواصلتوا مع السفاره مع القنصليه؟ تواصلتوا معاهم؟ مو بيرسونيلمون مسيو الكونسول استقبلني الاسبوع اللي فات مع ال 11، الجمعه اللي فاتت مع ال 11، وانا واحد السيد منين استقبلناه هضرنا معاه وداك الشيء، الله يجازيه بخير وداك الشيء على المجهودات ديالو، باش ما نساوش نشكرو حتى السلطات الفرنسيه. دونك استقبلنا وهضر معنا وقال لنا بلي راه المشكل راه مشكل عام، ماشي مشكل حالي، العالم كامل بلي راه عنده مشاكل. ما خرجش معكم شي حلول مثلا، شي حاجه، شي وعود مثلا؟ لا الوعود ما كايناش، الوعود يعني ما كاين الساعه، ما كاين حتى شي حاجه. دابا هما انهم قال لك غادي يشوفوا مع المملكه المغربيه، يعني الادارات، السلطات المغربيه، السلطات المغربيه باش يشوفوا يلقاو شي حل يتوصلوا للجوج. وكنشكر السلطات المغربيه على الحل اللي عطاو للناس، على دوك اللي صيفطوا في الناس اللي عندهم الازدواجيه ديال الجنسيه باش يمشيو. فوالا، عندك شي رساله؟ عندك شي رساله توجهها؟ الرساله اللي كنهضر بلي راه كاين هاد الناس هادو راه حاصلين، ما عندهم ما بقى عندهم باش لا فلوس باش يصرفوا، كاين اللي عنده مشكل ديال الدواء، كاين اللي عنده مشكل ديال واحد السيده عندها بنتها راها مريضه بالكورونا فيروس، راه فرنسا راه كاينه معنا هنا حتى هي، كتبكي بالليل وبالنهار، وراه حاصله في فرنسا، راه دايما فتحت الحجر الصحي تماك، ما قدرتش توصلها، وكاين بزاف ديال المشاكل، لازم نهضروا في المشاكل، الوقت ما كيسمحش باش نهضروا في شي كامل. دابا اللي كنطلبوا وكناشد سيدنا محمد السادس الله ينصرو من امام القنصليه الفرنسيه انه يشوف من حال هاد الناس هادو وياخذ بعين الاعتبار هاد الناس هادو، ماشي غير حالات استثنائيه، راه الناس كلها حاصله. حنا مهاجرين المغاربه، الله كنعتزوا بالمغربيه ديالنا وكنعتزوا بسيدنا الله ينصرو، وكنتمناو انه يشوف من حالنا. داكوغ، الله يخليك استاذي. كنت قلتي لي لقيتي شي مشكل مع الناس اللي انت كتنطق بالاسم ديالهم؟ هاد الناس كانوا منين دخلنا عند القنصل وهضر معانا وخرجنا، قالوا بلي راه هضرنا غير على نفسنا، هضرنا غير على راسنا، هضرت غير على الحاله ديالي وحدي، والدليل القاطع هو انني امام اخبارنا الجاليه كنوضح للناس كاملين اللي لحد الان راني باقي حاصل في المغرب، وراني باقي حاصل، ماشي غير احنا كاملين، ماشي حاصلين، احنا في بلادنا، احنا في بلادنا، انا ما نقولوش الخير ديال بلادنا، احنا كبرنا فيها، زدت فيها وكبرت فيها وعشت فيها، ما غاديش ندير وحتى السلطات المحليه راه فراسهم بلي هاد الناس راه هما مكلين باش نهضر عليهم، وراه ما تخليت على حتى شي واحد وما فتحت حتى شي واحد، ولحد انا ما باقي وراهم، باقي تابع المشاكل ديالي. نعم، كنتي قلتي لي بانك تم الاستدعاء ديالك من طرف الولايه. وي وي، مشيت لمصلحه المشاكل، بغاو غير يعرفوا بلي راه ما كاين حتى شي مشاكل غتحصل قدام القنصليه. انا منين توصلت باخبار موثوقه بلي راه غادي يجيو الناس وغادي يهضروا على الحقوق ديالهم وغادي تكون غادي يطالبوا بالحقوق ديالهم وداك الشيء، انا طالبتهم غير باش يديروا المسافه القانونيه، يحترموا المسافه القانونيه بيناتهم ويطالبوا داك الشيء بادب وما يكون لا صداع لا حتى شي حاجه لا مشاكل لا والو.